ما عليك اختراز باش كديرها مارش قربان الله انت جاي خصني باش كتسكت وهادي غير باش تطلع العقل هذاك غير صونيخ تسمع هكذا جوج مرات العقل. دعوا بصماتكم للتاريخ بالتعليق والبصمة وانخرطوا لتوصلوا بالمزيد. هذا الخيوط كيبعدو من الريزيرفوار ممكن تسقب الريزيرفوار بعد واحد البيلة طاح ليها فيش اللق شوش ها؟ طيب البياسة هذه البياسة هذه البياسة هذه البياسة كامل شخو هذا الفاكهه ما كانوا باش يخرجوا راه في بياسات زين وفي سنينات وفي ماشي غير اللي فيز في سنان في سنان الا تعرفوا هادو كاع مشى شكرين قلت لك كنحطها لهم هنا داخل صافي فهمتك صافي يعني صعيب باش غادي يخشي يدو فوقاش غادي الا غادي يقطع الخيوط يقطع بهذا فاش غادي يوصل لهنا اصلا غير يقيس غير يخشي يدو غادي تريك لان اون فوا غادي تخشي يدك تريك لان ولا انا كنهبط لها واحد لانتير ديالها كنهبطو لهنايا هذاك لانتين هو اللي حساس فهمت فهمتك يعني اون فوا غير الكيدون ديالك دابا يكون مسوح غير توشي تبقى تغوط غتغوط اذا جات تخشي انت فهاد الجهه هادي اللي من هنايا باش يلا تجي مزيره مع يدي وخا يبغي يخشي يدي ما يخشي يدي تجي مزيره ما تدخلش ما تدخلش فهمتك اما الا حطيتيه من الجهه اخرى غادي يبقى عنده الوقت فين يقطع والله يلقى شي ديال يوصل الخير خير هذا دخل معايا هذا ما عرفتش واش من خير واش هذا واش هذا واش هذا الا جا قطع شحال خصو يعني اي فوا تخشي يدك هي حساسه كاع ما تقدم هذا حتى تخشي يدك انا غير تقيسو هكا يحيدو غير فوا تحرك لان قريبه ليا بالنسبه لي قوي خصو يجي هنا هذاك اللي قلتي دابا داك الحساس الخيط خيط كنزلو كنزلو هنايا يعني كيجي هاود باش تحكم فيه الكوموند تحكم فيه حتى الى لقيتو بنادم تحكم فيه شحال راه فيه فيه والله احسن لك الاخوان كما شفتو كنا بغينا نديرو السيستم د الارم نديرو من تحت الكرسي ديال الموتور من تحت لاسيل للاسف ما بقيناش لي سبوس الحاجه الثانيه فيه الخيوط بزاف الحاجه الثالثه يخص حتى يتزعزع الموتور او لا يتهز الموتور عاد بامكانه سيستم ضرام يديك لونشا شي علاش دابا غادي نقدم المقترح ديال الصديق ديالنا رشيد غنديرو ان شاء الله في القدام ديال الموتور ونحاولو يتونكاسترا الداخل ما بين الكاريناج والكادر ونخبيو بقاو معنا حتى الاخر الحلقه ان شاء الله يسال عفوا الكاريناج الاستراسيون ديال الاستراسيون ديال كبير كل خير كل حاجه اش كتدي بالنسبه للاخوان وكاين المعلميه اللي تيقطعوا الخيوط تيولي دي كوت سيرك وين بعد تيمشي لك السينيار تيمشي لك شي حاجه المعلم ديالنا هنايا راه ما تيحيدش ما تيقطعش الخيوط وانما تيقلب على طريقه بقاو معنا حتى لاخر الحلقه باش تشوفوا الوسيله كيفاش غنوصلوا للسيستم ديالنا ان شاء الله
كيحاول بالطريقه هذه ويبانسي لي فيل بلا ما يقطعهم، يحيد لي زولون على الفيلامون باش يتسهل فيه المونتاج. ماشي يبقى باين لي فيلامون من بعد تتقطع. كثير الناس تيديروا بيستون ديال الكونفلور ديال الريح ديال الماء باش يبغوا يوصلوا الدراجه الناريه ديالهم، وكيوقع عليهم شي كوت سيركوي، اما لي سينيال تيمشيو ليهم واما لي سينيال تيبقاو تبلونطاو. ولهذا يحاول الانسان فاش يكون يغسل الموتور ديالو ما يحاول ما يرش الماء بزاف على هاد البلاصه هادي اللي تكون قريبه للضو ديال القدام باش ما يتحرقوش هاد الخيوط، لان كما تشوفوا انتم كاينه مجموعه ديال الخيوط اللي هي وفيها بزاف فيزيبلات اللي هما خاصين للموتور، اما السينيال ستوبات الضو الفيروج كل شيء هنا مجموع. هذا كيتقطع
نو هذا علاش راح كيدخل في الارم خصوش يكون هذا ديال السكوت ديال الكونتاكت هذا هو السكوت ديال الكونتاكت هذا هو الخط اللي كيسكت السكوت الموتور يعني واحد كيدير الريسيف واحد كيدير الارم انا غادي ندخلو دابا ديريكت لا لا السلام عليكم بخير الطريقة ديال الحزين خصك تعرف الطريقة باش تمشي بحال هكا ونقدر تدخل كتشكو ديال تلوي انتما الخوت هذا الخيط هذا هذا الخيط هذا راه خاص ديال الكونتاكت هو ديال السكاد وديال ديك الدمار ديال الكونتاكت تنقطعو على جوج واحد تلصقوهم هنا والاخر تلصقوهم من جهه اخرى لان هذاك هذا السيل هذا تصير كويدا غيدخل للسيستم ديال الرام ديريكت يفكر كيما نور باش تلقاو كل كيحزم مباشرة كيحزم هكا من ديبارا خلاص غتحزم هكا وغدور شوف بحال العقدة بحال العقدة عاد كتصبر ونمشي إلا جيت نحيد هذا ما بغيتش تحيد هي ما يتحلش صعوبة إذا بيد وحدة ما عمرها تحل فهمت أنت دابا العقدة هاديك باقية أنا تقطع الخيط وراني تحيد الخيط دابا يتقطع أما العقدة هاهي ما غاتحلش الزرق ديالاش الدمار هادي راه فلاشورة ديال سيميانوس فلاشورة هادي الكحلة هادي الكحلة فلاشورة ديال سيميانوس وداك ديال ديال ليسونس كيعبر وهادي باش دير مارش هادي هي السي دي هنايا وهادي الشارجورة وداك الكاو ديال الروداج هنا بلان ديسك باش كديماري هنايا وهادا ديال الرودي صافي هذا كابلي ديال الديمارو اللي غادي الديمارو هادو ديال المحرك هذا كاين ديال الفيتاسات البرامج هادي ديال الشارجور هادشي اللي كاين هنايا ديال لاباري ديال ستوب هي هاديك شحال هاداك الكاب ديال قلت لك دابا تيقول لكم الكاب ديال الروداج محيدينو هنايا محيد خضر
محيد هنا محيدينهم. هذا الاخر يجي هكا يجوا هكا انا زعما شي يخليهم مازال بدا يكون سيري ما يكسيريش يديرون ما يتيريش هكا نحيدها هكا بدا يمشي يعطيه يخدم فوالا شنو كاين يلا هي حول حفاظ على الموتور ديالنا اولا جميع انواع الدراجه من السرقه. كما تعرفوا غالب كاين اللي تخدم قدك بالقفل ديال قدك ديال الموتور هو انه تي يبلوكي الفولون ديال الموتور كيدير ليها الطريقه هذه تيدور الموتور هكا ياك وتقفل الموتور ديال العنق. انا تنصح جميع الاخوان انهم يخدموا بالسيستم ديال الضرب. السيستم ديال الضرب راه مهم وعنده واحد الدور مهم للحفاظ على الموتور ديالكم من السرقه. كما غادي نوريكم واحد القضيه هو ان الموتور غير تيتقاص تتقاص في اي بلاصه اي حاجه قصيه فيها تيشعل السيستم ديال الضرب وتفيقكم بانهم حدا راسكم من الشفره. حنا دابا نشوفوا واحد الطريقه انتم تشوفوا غير الموتور مازال ما قاصو حتى واحد. زيد اخويا هانتوما غتشوفوا واحد الاخ غيلوح هنايا هانتوما سمعتوا هذا غير الزيح ديال الارض الا داز شي كاميو من حداكم ولا شي حاجه ولا كان شي صداع مجهد السيستم ديال الضرب تيخدم 100%. اذا ما قاسو حتى واحد بعيد غير الارض حتى تزعزع حتى يخدم السيستم ديال الضرب. ما بالوك الا قاس شي واحد الموتور ديالكم هنا غير يتقاص اولا تيتزعزع ولا اي واحد بغى غير يفكر غير يفكر يقيس الموتور ديالك هكا تيخدم السيستم ديال الضرب. الا تقاس واحد ثلاثه د المرات ولا جوج مرات يدير هذا الصوت هذا. هانتوما الاخوان هانتوما الا فكر شي واحد يقطع شي حاجه من الداخل وفكر داير يدير يدي من هنايا شي اذا ضروري السيستم ديال الضرب غادي ينفعكم الخوت باش انكم تحميو الدراجه ديالكم من السرقه. ولهذا الاخوان تنصحكم انكم تخدموا السيستم ديال الضرب